وعدد من القرارات المتتالية حتى مؤتمر وميثاق غلاسكو واتفاق باريس وعدد من الولايات المحددة. ولكن ذهني الذي يتجه للأعمال فإن دليل التقدم والموازنات والنتائج الملموسة هي التي أركز عليها. تحديد الأهداف هو أمر طيب، ولكن لا جدوى منه إلا إذا لم يتجسد في الواقع. في 2018 كانت الانبعاثات 55 أعلى من التسعينات ودون خفض عبر كل القطاعات، والدعم للتنفيذ فسيكون من المستحيل أن نحد الاحترار إلى درجة ونصف مئوية، وزيادة وحماية المجتمع من آثار هذا التغير المناخي عبر العالم. كل زعيم سيتحدث هنا اليوم لابد له أن يقوم بثلاثة أمور. أولا، ما أن تنتهوا من مدخلاتكم، نرجو أن تجلسوا مع فريقكم هنا في الميدان وأن تتأكدوا أن المفاوضين يعرفون أن لابد من تحقيق الاتساق بين رؤياتكم وخطابكم والقرارات التي تتخذ في قاعات الاجتماعات. ثانيا، ما أن تعودوا إلى بلادكم من شرم الشيخ، فنرجو إرسال رسالة إلى مجلس الوزراء حول كيفية تعزيز خطط المناخ لهذا العام. هل نحن على المسار لتنفيذ عبر السنوات الثمانية القادمة؟ هذه المسؤولية هي في أيديكم، ونود أن نرى العمل السريع للتصدي للتخفيف والتكيف والخسارة والضرر والتمويل والمساءلة. إن التغيير لابد أن يحدث، والسياسات واللوائح وأدوات السوق أثبتت جدواها وفعاليتها في العديد من الدول، ولكن لابد من النهوض بها وأن تلقى الدعم الفعلي وأن تطبق على نطاق أوسع وبصورة أكثر إنصافاً. ثالثاً، ما أن تستيقظوا في الصباح وحتى تخلدوا إلى النوم في المساء، فلابد أن الأفعال والأعمال والقرارات أن تعكس الإلحاح فخطورة ما نواجهه، وقصر الوقت المتبقي لتفادي الآثار والتداعيات للتغير المناخي. هذا هي الطريقة الوحيدة الواقعية لمواجهة السلعة العامة الأكثر أهمية، أي المناخ، من أجل جيلنا ومن أجل الأجيال القادمة. شكرا. I'd like to thank Simon for his statement. It is now my distinct pleasure to invite Ms. Odile Renaud Basso, President of the European Bank for Reconstruction and Development, to address the plenary. Ms. Renaud Basso, you have the floor. سيدتي لك الكلمة، تفضلي. President. شكرا للسيد الرئيس، وأهنئكم أهنئ سايمون على تعيينه وعلى هذه الدورة الأولى كأمين تنفيذي. أصحاب السعادة، السيدات والسادة، أتحدث إليكم اليوم نيابة عن المصارف متعددة الأطراف وبصفتي رئيسة للمصرف الأوروبي للإنشاء والتعمير وهدف الهدف المناخي المتعلق بذلك. هناك فيضانات وحرائق وموجات حرارة أصبحت أكثر تكرارا وشدة وأكثر دمارا. الأعمال المناخية لتقليل الانبعاثات أصبحت أكثر إلحاحا، ولكن على قدم المساواة إجراءات من أجل التكيف مع آثار التغير المناخي. في برنامج البيئة تبع الأمم المتحدة في الأسبوع الماضي، البلدان النامية احتاجت إلى 5 إلى 9 مرات 10 مرات
تمويلا أكثر من أجل سد الفجوة المتزايدة المتعلقة بالتكيف والتخفيف وتلبية هذه المتطلبات المتعلقة بالتخفيف والتكيف. ضروري من أجل تحقيق أهداف التنمية العالمية عن طريق تحقيق نمو اقتصادي مستدام. مصارف التنمية متعددة الأطراف تلعب دورها في تسريع التحول تجاه الوصول بالانبعاثات الكربونية إلى الصفر. وبالأمس أطلقنا بيانا مشتركا حيث أعلنا عن طموحنا المشترك لمعالجة الأزمة المناخية. واسمحوا لي أن أبرز لكم اليوم الرسائل الأساسية. أولا، منظومة المصارف متعددة الأطراف هي قناة التمويل الأكبر. في عام 2021 قدمنا مزيدا من التمويل المناخي أكثر من أي وقت مضى. ومع هذه المصارف تقدم 51 مليار دولار لأقل للاقتصادات منخفضة ومتوسطة الدخل، حيث 17 مليار منها كانت من أجل التكيف. ومن المهم أيضا أن تعبئ هذه المصارف 41 مليار دولار من التمويل المناخي الخاص. لكن أنشطتنا تتجاوز مسألة التمويل، وهذه هي الرسالة الثانية. إن إنشاء بيئة توفر استثمارا أخضرا هو في صميم ما نقوم به. وسوف نعزز الدعم للبلدان وللمدن والتخطيط طويل الأجل، ونساعد هذه البلدان والمدن أن تحقق مشاريع وبرامج كبيرة الأثر. وسوف نعبئ أيضا التمويل من القطاعين الخاص والعام، وسنزيد أيضا دعمنا للعملاء حتى يفهموا المخاطر المناخية ويبنوا المنعة، وكذلك زيادة البنى التحتية وتخفيض انبعاثات الكربون. نتحدث عن الشركات وعن المدن. سنساعد البلدان أيضا للاستفادة القصوى من الفرص الاقتصادية التي يحقق هذا التحول. وسوف نكمل جهودنا لمعالجة الأزمة المناخية عن طريق التركيز الأكبر على الطبيعة وعلى التنوع والخسائر في التنوع البيولوجي. ونعرف أن علينا أن نقوم بالمزيد. هذه المصارف متعددة الأطراف هي جزء من الحل، حل الأزمة المناخية. ولكننا في هذه المصارف ملتزمون بشدة بدعمكم في تنفيذكم لاتفاق باريس واتفاق غلاسكو المعني بالمناخ. شكرا جزيلا. أشكر السيدة رينولد باسو على بيانها.